خلاص خلاص نخلي أهنيه على الفكرة، نسبة الوقف 85%. ابا اللي ما يجيب الا فراولة. اي بكي فراولة ما يجيب الا فراولة. الله يبقيك. بالجميع عندنا الآن مشهد بنسويه، عقبها بنتكلم عن الوقف وعن لا يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هلا هلا. لن مرحبا. كيف الحال؟ مرحبا. مساك طيب. ايش عندك بعد؟ والله يا عمي خبر، انا عقب ما توفى ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. وضاقت خبر المال شوي نقص، وابيلي مصرف. المطلوب؟ ابيلي مصرف، المدرسه يبون اغراض، وانا بشتري لي ملابس، و يعني احتاج منك فلوس. تحتاج فلوس يعني، وتحتاج مصاريف. اي بالله حقي، يعني انا ما طلبت الا حقي. يعني انا الحين ما تبوك، انا اقعد اشيل حملك. انا لا، انا الحين يلا فاضي لنفسي وفاضي لعيالي وفاضي لك. تعال من الورث. تعال بك من الورث. كم من الورث؟ امشي امشي امشي. جمعيات قد افتحوا بيبانهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا مرحبا. كيف حالك؟ حياك الله. يا مرحبا. يلا حي. اهلا وسهلا. يلا حي. طيب كيف حالك؟ الحمد لله. طيب كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب. عافيك. يا مرحبا. انتم الجمعيه فاتحين ببانكم؟ اي نعم. لليتامى؟ ما يحتاج. وانا الحين والله ما انا فاضي اربيهم. هذا ولدك ولا من؟ لا لا، هذا ولد اخوي الله يرحمه، مات وخلاه عندي، وانا عندي اشغال وعندي مشاغل وعندي ورعان، ما انا فاضي له بعد اقعد اناحيهم ولا ناحيه. فانتم الحين قد فتحتوا ببانكم، هذا الحمل عندكم. دقيقة يا عمي. عمي تعال عمي. تعال 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 عمي. تعال خلاص خلاص تعال. لا حول ولا قوة الا بالله. تعال 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 تفضل اجلس. الله يحييك ان شاء الله. يا مرحبا. عطني اسمك. اسمي ايمن. ايمن ايش؟ ايمن الظهيري. نعم يا ايمن، حياك الله يا ايمن. ايمن انت ما انت بيتيم، احنا اخوانك. احنا ايش بلاك؟ احنا اخوانك. احنا الجمعيه هذه لا تعتبرها الا بيتك الثاني. اي شيء تبغاه من امور الدنيا احنا جاهزين فيه. دراسه، اكل، شرب، مصروف، كسوه، اي شيء تحتاجه الجمعيه متكفله انها تقوم كل غرض تحتاجه. بيض الله وجهكم. هذه يا طول العمر والسلامة صرافة تقدر تروح فيها بجميع الأماكن وتشتري أغراضك وتشتري أمورك وكل شيء تبغاه تلاقيه في هذه الصرافة، حاسب اللي تبغاه. بيض الله وجهكم. وهذه كتب الدراسة اللي تبغاها، والجمعية مفتوح بابها في أي وقت تبغى تعال والله يحييك. بيض الله وجهك. مرة مصرت. لا تشيل هم. جزاك الله خير. وياك ان شاء الله. بيض الله وجهك. وبيكون بيني وبينك تواصل باذن الله. يلا بيض الله وجهك. الله يوفقك. ما قصرت. وياك ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اسال الله العلي العظيم ان الله يلطف بحاله. اسال الله ان الله يلطف بحاله. إيه. ادري كيف بعض الناس قلوبهم ميته. أسأل الله أن الله يحيي قلوبهم على طاعته. لا
تهتم من دنياك عاشق النبوك الحي حن اخوانك والله والله حن اخوانك يا باغي نايم الاخر اهبني ظل وفي تصدق وبادر قابلتك ديانك تبي رفقة محمد نبي الهدى المهدي لا تنسى دكتور هرحب كيف صحتي اليوم؟ لا لا ان شاء الله بخير ونجحت العملية بشرك. كيف الامور عشان زينة؟ الحمد لله بحسن حال بس انت ريح وما عليك. جلس نبي اجلس ابي اجلس الامور زينة. شوي 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 ما عليك انت بخير. بسم الله لا اله الا الله ارحب ان شاء الله. ايمن ايه ايمن اي بالله تعجز تعجز ارحب يا عمي تكفى تكفى يا ولد سامح والله نبي الحياة والموت انك طريت على بالي واللي يبيه من الله تمنك انك تسامحني سامح يا عمي ظلمتك وانت يتيم اللي يبيك تسامحني تكفى يا ولد مسامح بالعكس والله السلام والرحمة بخير بالخير كيف حالك يا اخوي الله يسلمك طيب بشك لا باس ان شاء الله ما تشوف شر ان شاء الله يا مرحبا كيف حالك؟ عساك طيب كيف الحال؟ الله يسلمك بشرنا عن صحتك يا والدي الحمد لله عساك طيب الحمد لله هذا عرفته؟ عرفتني زين اي والله ذكرتك انا اللي جيتكم ودخلت عليكم بقسوة حطيت ولد واخوي عندكم ما يحتاج هذا لكن الله يبيض وجيهكم هذا اول شيء بيجمل حالكم ولدنا الثاني الشيء الثاني ترى ايمن معنا في الجمعية ما يقارب 15 سنة وهو يدرس وهو دارين عندك المرض اللي كان عندك وأبى وأسر إلا أنه يدرس طب علشان يعالجك وعلشان يقوم ويقعد علشانك فلذلك جمعية رؤوم ما هي مقصرة مع أي شخص أيا كان لذلك أنت اخترت المكان المناسب وأيمن ما شاء الله تبارك الله عليه ذو فكر وذو أخلاق عالية و اللي مثل ايمن واي احد يتابعنا او اي احد يشاهدنا اليتيم ما 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 عليه خوف ما دامه موجود في مثل هذه الجمعيات ان شاء الله ما عليه خوف لكن وش تنتظرون يا اهل الخير وش تنتظرون يا اللي تتابعونا الوقف ما عاد بقي منه الا 15% 3 مليون منكم اللي خيره واجد زك منه وطلع لليتام اللي مثل هؤلاء هذا مشهد تمثيلي يعبر أشياء واجد في خطرنا أشياء واجد نشوفها الكلام والله إنه يوقف لو أنت فكر شوي 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياة منه من يحط 300 ريال في بقالة يحطها في تجارة لا فيها لا ربح ولا خسارة يحطها في أشياء تافهة أشياء ما لها داعي يا أخي قدم الآخرتك دنيا هذه ترها فانية وكل من عليها فان ما حد منا بيجلس في ذا الدنيا إذا ما قدمت الآخرتك وش تنتظر يا الشخص تبرعوا يا مال الشحم الله يعطيكم العافية الله يعافيك بيض الله وجهك بيض الله فكرة بيض الله وجهك الله يعطيكم العافية بيض الله وجهك الله يعطيكم العافية جميعا وبيض الله وجيهكم أحد يبين يقول حرارة شباب الله يعطيكم العافية لا أنت يا أيمن ولا أنت يا صدصد ولا أنت يا أخواني البقية الله يهنيكم جميعا عطنا المقطع يا طيب اعرض لنا وقت اليتيم في مكة تابع الجمعية رؤوم في رأس حافة كفالة يتيم مدى الحياة 300 ريال والرسول يقول اللهم صل وسلم عليه انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة بما الانسان يكفر الله عز وجل عنه خطاياه ويكفر عنه الذنوب بسبب صدقه دخلت سرور على اليتيم لكان تخيل لا
تكاد تتخيل انك تصرف 100 ريال راح تسعد وراح تكفل وراح تسد احتياجات اليتيم طول ما هو حي. من هو؟ انه اهل عمان. مبارك لاخونا نواف عقاب يستاهل. جبر تستاهل يا جبر. ابدا احس بعيد. كفو السفير الاول شيء. مبروك للسفير الاخر اللي يستاهل علي بن هادي. الثاني بارك لاخونا سعود المكاحلة. سلطان الواهبي سفير هذا الاسبوع. تركي مطير سهل الطويل. يا سلام سعد الطويل. مخلد الغامدي سفير الاول. تسلع سلطان عز الله ان يستاهل. عبد العزيز المغيري هو السفير. جد نواف سلطان السعد. ابشرك والحين يشغل لمبه بعد. 85 وصلنا الى 85%. ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. اولا اوجه الشكر لفريق الدعم على هذا المقطع اللي سووه، والله يعطيهم العافيه ان شاء الله ويكتب اجرهم، ولا على الضيافه اللي قدموها لنا، خاصه ايش اسمه محل توت وكرز. ودنا يا المخرج تسوي لنا زوم على ايش اسمه المحل وين هنا. هذا هو توت وكرز. هذا رقمهم شغلهم جبار ولا يعلى عليه. وعاد الشباب بيجربون الآن وبتشوفون العمل الصح. الله يعطيكم العافية جميع. انتهت مبادرتنا، إن وفقنا فمن الله سبحانه، وإن أخطأنا من أنفسنا والشيطان، ولا فيه أي أحد منا ما هو معصوم من الخطأ. الله يعطيكم العافية. اللي عنده مشاركة ولا عنده شيء يتفضل. أسلم. الله يبين وجهك. وجهك أنت ولا سلطان ولا أيمن على المشهد اللي فيه رسالة وصلت لنا في نهايتها. الله يبيض وجيهكم ويكتب اجرك ويجزاك خير، لا انت ولا فريق دعمك. ويعني هذا المبادره اللي فيها رساله، مشهد تمثيلي توصل الرساله بشكل افضل. الله يبيض وجهك ويطول بعمرك ولا يهينك ويكتب لك الاجر. من يقول يا سلام ان شاء الله. سلام عليكم. وجهك ابو سعد. وجهك ابي. على هذا المشهد التمثيلي، لا انت ولا اخواني سطسط وايمن. ونشكر فريق دعمك على الفيديو وعلى ذي الفكره على ذا المعجنات، وجاء ربي يسعدك ابو سعد وفالك التوفيق ان شاء الله. وياك ان شاء الله. الله يحييك. انا فكرك اخر واحد. صاحب الفكره. صاحب فكره مشي. صاحب الفكره الفريق الدعم الله يعطيهم العافيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. عز الله ابدعوا. وانتم زدتوها ابداع انت وابو تركي وابو بركه. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. عز الله ابدعتوا. وانا اقول انها قبل شيء يقول الشباب وانتم تمثلون، اقول اتوقع انها افضل مبادره بدون كسور مثل العيال الباقي، لانكم صراحه جبتوا مشهد تمثيلي جميل جدا وابدعت ابو سعد، وانت ما تمسك الشيء اللي تبدع فيه. الله يطول عمرك. الله يوفقك واهنيك فريق دعمك واهني فريق دعمك فيك. الله يسلمك. ومن النجاح الى النجاح يا حبيبي. باذن الله. لا انت يا ابو راجح. سلام ابو عاد. هلا ابو سعد. ما شاء الله يبيض وجهك انت والشباب على المشهد اللي قدمتوه ورساله. والله يعطيهم العافيه فريق دعمك ما قصروا، والمبادره الطيبه ولا يلحقها كلام. ورساله وصلت للمشاهدين، وباذن الله انهم ما يقصرون في التبرع والمساهمه. ما عاد شيء، باقي 15%، باقي حول 20 يوم نبغى نخلص الوقف. بيغلق ان شاء الله. بيغلق ان شاء الله. نفرح جميع ان شاء الله. سلامتك. الله يعطيك العافيه. نقول باذن الله كريم. باذن الله. السفير الثاني علي حبيبي. يلا الله وجهك. وجهك لابد خشوف. والله العظيم اني مبسوط اليوم اني طلعت في المبادره اللي انت فيها يا ابو سعد، وانت
شغل المايك مفصول يقول. والمشهد اللي خذ خذ المايك كله. اللي حولك المشهد المشهد كله راح. لا لا ماشي والله يلا لا لا مايك مايك انا صدري طالع اقول الله يبيض وجهك يا ابو سعد و انا قال والله العظيم اللي زادني في السفاره انها انت الله يطول عمرك واني استانس يوم لقيتك جنبي وقدرت تحاكى والله انك تكفيني دائما بالكلام الله يطول عمرك وهذا من طيب راسك يا ابو سعد ومشهد كان جميل والمبادره اللي فيها ابو سعد لازم دائما تكون ناجحه والله يوفقك ويوفق فريق دعمك ولهم الشكر والتقدير ما يقول ما يقول ان شاء الله ان شاء الله لما بتولع ماشي باذن الله سلم يا ابو بركه ارحب اللي كلك بركه اول شيء صفقوا يا جماعه فريق الدعم والله ان فريق دعمك يستاهل التصفيق الله يبيض وجهك على الفكره الجباره ولا يغريب عليك يا ابو سعد والله ما ادري ايش اقول لك لكن ابدعت الله يطول كله بركتك انت وصد صد الله يعطيك العافيه ابو هتان عاد انتوا اللي تعبوا معك في الشغل هذا كله والله يعطيك العافيه العم القاسي والدكتور ما قصرتوا انت اعطيتهم المشهد وابدعوا وانت وهم جو في ملعبهم سطسطوا ايمن اكيد بيبدعون وانت اللي خلف السيناريو هذا كله يا ابو سعد الله يبيض وجهك ويجزاك خير ان شاء الله ورسالتك وصلت باذن الله الله يعطيك العافيه على عزوز الله يعطيك العافيه يا الشيخ الله يجزاك خير انت والعيال سطسطوا ايمن وصلت رسالة بشكل كويس مشهد تمثيلي بسيط ووصل لقلوب أنا متأكد أنه وصل لقلوب كثير من الناس الله يجزاك خير أنت وفريق دعمك ويعطيكم العافية على هالمبادرة الطيبة وإن شاء الله أنه يكمل بسفارتكم بإذن الله عز وجل بإذن الله بإذن الله سلام يا أبو الله يبيض وجهك الله يعطيك العافية على ذا المبادرة الطيبة وشكرا لأخونا سلطان سعد وأيمن بيض الله وجيهم ما قصروا وأشكر فريق دعمك على الفكرة والله انا يا عبد الله لو اني مشاهد الليله اني اتبرع بعد ما شفت المشهد اللي قبل شوي اللي وصل لقلوبنا وادري انه وصل لقلوبهم فالحمد لله رب العالمين من شوفتي للمشهد وخيالي لو اني برا كان تبرعت ب 300 ريال على هذا المشهد اللي شفته الله يبارك الله يوفقك يا ابو سعد ان شاء الله وياك ان شاء الله هلا ومرحبا أول شيء الله يبيض وجهك على المبادرة هذه سوى المايك زين سوى زين سوى زين إيه لا لا عدل من جيبك بس اسلم الله لا يهينك يا أبو سعد والمبادرة طيبة وأنت ما يستغرب منك العلم الطيب واسبوعي يا نواف بالوقف زاهي اسبوعي يا نواف بالوقف زاهي وهذه على شرواك ما هي غريبه من حقك تزيد الفخر والتباهي من حقك تزيد الفخر والتباهي ويفوز من حط الاجر في نصيبه من حقك تزيد الفخر والتباهي من حط الاجر في نصيبه ابعود اعوذ بالله اسبوع يا نواف بالوقف زاهي وهذه على شرواك ما هي غريبة من حقك تزيد الفخر والتباهي ويفوز من حط الأجر في نصيبة نصيحتي للي عن العمر لا هي اقدم على الدنيا بفعل تصيبه سلام سلام الله وجهك صح الله لسان وعت الأشان والله لا يهينك يا ابو بندر لا انت تستاهل في كل ماقف وفي كل محفل انت الحاضر والموجود زود هذا والله من طيبك ومن طيب اصلك ما عليك زود الله يعطيكم العافيه جميعا اشكر فريق الدعم اشكر اخوي سلطان الله يعطيه العافيه واشكر اخوي ايمن على ما قدمه معنا الله لا يهينهم جميعا اشكر رشيد بن طاحوس واشكر الجميع والله يعطيكم العافيه وخاصه اشكر فريق الدعم على الفكره اللي جابوها وعلى الضيافة وعلى المقطع اللي سووه وعلى الضيافة اللي جابوها عاد الضيافة بخليكم أنتم ذوقون وجربوا وأنتم حكموا وكلنا ذم صورة 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 يلا عاد عطونا صورة كوبا لك وتعطي صورة نبي صورة أول شيء تحت الشاشة يا مخرج أوكي
افتح افتح افتح. نفس طيبك يا جبر. ايه جبر جبر. واحد اثنين ثلاثة. شيز يا شيز ابتسموا ابتسم للدنيا تبتسم لك. الله يعطيكم العافية. عاش جد وعاش. عاش جد وعاش. ارميز وين اختفى جد مدلقم مثلك. والله كلها جد والله كلها جد. هذه مقصودة من فريق الدعم. مقصودة ذي. والله كلها جد. ايه هاو جد الفروغ الخمسة. لا لا دقيقة 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 ويت بسوي وهذا دقيقة. تعال يا مخرج. هذا الحلا حلا ما ادري ايش اسمه بس انه حلا عرفتوا والله انه فخم والله. كيك دواي اي والله. عطنا عطنا توتو كرز ذا شيء شيء. انت العسل وانت وهذا هذا المعمول صف وهذا هو لا تنساه يا مخرجنا الله يعطيك العافيه. اسر منتجه الله يعطيهم العافيه ان شاء الله ويكثر خيرهم. ولا تنسونهم جميعا الحلا صح ربيز طاديق. ها ايش ايش نواف اسمع ابو سعد سبير توس كرز خلاص بيض الله وجيهم يا جماعه ترى والله انها بطل ذقناها الحين. 0-5-9-0-9-6-4-3-5-6 شاركونا على تواصلكم يعطيهم العافيه والله تواصلكم شيء شيء تعدا. صورة 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 جبر صورة عليهم جدو. شوف شوف دقيقة دي والله كان هكذا هذا جد خليني أكلك لذيذة. شفت قبل برنامج بارع واحدة من ذي بايخ بس أنا يوم شفتها تذكرت تذكرت يطيع عمره يوم حين يصوي العاني يعطونه مثل دي قنابل نلعبها والله وجوه سلام بيض الله وجهك عطني بيز والله هذه كنت اريد اعرفها قبل